السلام عليكم. السلام. ممكن تقدم لينا نفسك؟ محمد أبو عزاوي من مدينة سالة 22 سالة. شنو هاد اللوحة هادي؟ واش هاد الشيء غير هواية عندك أو لا يعني محترف هاد الميدان ديال الرسم؟ هو بداش كهواية ولحد الآن دابا المهم كمهنة وهواية. كن باقي شنقرا وكنخدم إلى جانب القراية شنخدم في الفنيش. ما عمر شي فكرتي أن شي جمعية تحتضنك مثلا؟ سبق لي وخدمت مع بزاف ديال الجمعيات ودرنا بزاف ديال المبادرات التطوعيه ودابا كنخدم حاليا بوحدي. كتخدم لحد الان غير في النطاق ديال مدينه سلا يعني في لا ريجون فين كتسكن؟ لا كنخدم في مدن اخرين من غير سلا. كنخدم في كازار يعني قنيطره. المهم بزاف ديال البلايص بعاد على شحال من سنه تقريبا وانت في هذا الميدان هذا؟ انا كانت البدايه ديالي اول مره سنه 2017 تما كانت البدايه وإلى الآن أنا باقي في الرسم من بديش ما حبستش. واش كتشكر أنك تحترف هذا الميدان الرسم؟ يعني يكون عندك واحد المعرض ديالك ولا شنو بالضبط؟ هذا ضروري. أي فنان كيطمح يدير فنان فردي ديالو يحط فيه اللواحات بواحد ستيل ديالو خاص، وأنا من بين هاد الفنانين هادو. واخا كاين شي جهة معينة اللي ممكن تصيفط لها النداء من خلال هذا المنبر ديال الأصوات؟ الجهة على حسب. المهم ما راهش يشوف الدعم راه قليل شويه، خاصك تخدم على راسك شويه بشويه باش توصل لداك الشيء اللي بغيتي شي. وكيبانوا ناس اللي شي يعاونوك، ضروري كاين الجنود الخفاء. واخا كلمه اخيره. شكرا لكاع الناس اللي كيدعمونا واللي كيخليونا نزيدو نعطيو اكثر واكثر في كل مره كنصايبوا شي حاجه جديده. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفاش راكم هذا الرسم هذا بعدا اولا؟ والله هذا الرسم جانا ناضي وتنشكروا الدري هذا اللي درنا هذا الرسم في واحد الموقع استراتيجي هنايا اللي كما تشوف كاين البول هنايا والشارع ولاصال راه هو لا يبدا ماشي يكون غادي على لاصال تقدر تشوف هذا الرسم يقدر تموتيف فهمتي؟ صوري الفراق يقدر فهمتي يدير واحد الافكار في راسه ماشي يقدر يبدل لي التفكير ديالو يقدر يبدل لي شحال من حاجه فهمتي؟ تنصح الاخوان مثلا واش ننصحهم يشجعوا في حال هذه المواهب هادو فهمتي؟ حيت هاد المواهب ما واخدينش حقهم في هاد البلاد هادي فهمتي؟ شن ننصحهم يشجعوا هاد المواهب وسيبورطيوهم وفحالكم كما سيبورطيتيهم دابا انت باش شجعتيه هو غيفكر في شي حاجه احسن عاوتاني وغيطبق على الواقع. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.